بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: كتاب التوحيد. وذكر الدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدليل الثالث مما ساقه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في صدر كتابه التوحيد. وعرفنا أن هذه الترجمة التي صدر بها رحمه الله تعالى كتابه التوحيد جاءت مبينة مقصود الكتاب من أوله إلى آخره، وأقامها رحمه الله تعالى مقام الخطبة التي تستهل بها الكتب ويبين فيها مقاصدها وغاياتها والهدف من تصنيفها. وصنيعه هذا رحمه الله تعالى نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، حيث لم يذكر خطبة في أول كتابه، وإنما استهله بكتاب بدء الوحي، أو استهله رحمه الله تعالى ببدء الوحي. وصنيع المؤلف هنا رحمه الله تعالى نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله. وأشرت في اللقاء الماضي أن هذا أيضا يراد به أن يدخل القارئ والمطلع والمتأمل إلى الدليل مباشرة، فأول ما يفتح القارئ هذا الكتاب يقع على عينه بدون مقدمات أو تمهيدات أو غير ذلك قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه ربط واضح بالدليل وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلكم عرفنا أن هذا الاستهلال لكتاب التوحيد بهذه الآيات وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه بيان لمكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العلية، من حيث أنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها كما في الآية الأولى، ومن حيث أنه الغاية التي أرسل لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب كما في الآية الثانية، ومن حيث أنه أعظم الأوامر وأعظم الواجبات وأجل المطالب، ولهذا يبدأ به ويقدم على غيره كما في الآيات الثالثة والرابعة والخامسة، وأن ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الذنوب وأعظم الآثام على الإطلاق. وكذلكم
أن التوحيد هو حق الله على الله سبحانه وتعالى، كما يدل ذلكم على ذلكم حديث معاذ. فتضمن ما ساقه رحمه الله تعالى من آيات، وكذلكم الحديث حديث معاذ، بيان مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العلية. والآية الثالثة مما ساقه رحمه الله تعالى هي قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال بعدها الآية، أي إلى آخر الآية، أو اقرأ الآية أو نحو ذلك. وموضع الشاهد من هذه الآية الكريمة للترجمة بدء الله عز وجل بالتوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا هو القضاء الشرعي، لأن القضاء يرد في القرآن تارة يراد به القضاء الكوني، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وتارة يراد به القضاء الشرعي الديني كما في هذه الآية. وعليه فقوله تعالى: وقضى ربك، أي أمر ووصى وشرع وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى بذلك وقضى بذلك شرعا ودينا، ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه هو معنى ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة كما عرفنا على النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما. من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله. مدلول هذه الكلمة هو ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو مدلولها، ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا هذا مدلول لا إله، إلا إياه هذا مدلول إلا الله، فنفى وأثبت، وهذا هو التوحيد. ومثله ما مر في قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها النفي والإثبات، النفي في اعبدوا الله، الإثبات في اعبدوا الله، والنفي في اجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرع ووصى وأمر وأوجب أن يخلص له الدين، وأن يفرد وحده بالعبادة، وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. وذكر بعد هذا جملة من الأوامر، وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله في المسائل التي ساقها في خاتمة هذه الترجمة، ومن طريقته رحمه الله أن يتبع كل ترجمة بمسائل يبين ما ينبغي أن يتنبه له ويحرص على الاستفادة منه مما هو مستفاد من الآيات والأحاديث التي ساقها. وسنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية كل ترجمة المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى. بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد وإخلاص الدين له، وهي أوامر كثيرة، أشار رحمه الله تعالى إلى أن عددها 18
أمرا ونهيا، وسيأتي ذكر ذلك في المسائل. صدرها أو بدأت بالأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآية التي قبل هذه الآية هي قول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فصدرت هذه الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فأفاد ذلكم أن الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق، ولهذا به يبدأ كما في هذه الآية وفي آيات عديدة ساقها رحمه الله تعالى. ذكر بعد هذا الحق العظيم، حق الله على العباد، ذكر بعده حق الوالدين. قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فذكر حقهما عقب حقه وبعده. وفي هذا دلالة أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا قدمه على غيره من الحقوق التي والواجبات التي ذكرت في الآية. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم وكذلك في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قرن حق الوالدين بحق الله، كهذه الآية وكذلكم الآيات التي ساقها بعدها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلكم الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إحسانا وبالوالدين إحسانا أطلق ولم يعين نوعا من الإحسان، ليتناول اللفظ بإطلاقه وعمومه كل إحسان ممكن ومقدور عليه قولي أو فعلي. وهذا من كمال الخطاب وعظم أيضا دلالاته وشموله لكل وجوه الإحسان المقدور عليها. وبالوالدين إحسانا أي أحسن لهما ما استطعت في كل مجال وبكل طريقة وبكل أسلوب مقدور عليه، أحسن إليهما. وبالوالدين إحسانا. ويأتي حق أعظم للوالدين عند بلوغهما أو أحدهما الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وبلوغ الكبر فيه الضعف ووهن القوى والحاجة أيضا إلى العون والمساعدة، ولهذا جاء التأكيد على حق الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ولا سيما في هذه الحالة بلوغ الكبر. وحقيقة وجود الأبوين أو والد الأبوين، وجود كبار السن في البيوت وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده للقيام بحقهما وعنايته بهذا الأمر، هذا من أعظم المواهب ومن أجل العطايا والمنن التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. وآثار ذلك وثماره لا حصر لها ولا عد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظ هذا التنبيه، ولا سيما في حال الكبر، لأن الكبير كبير السن
في حال ضعفه، في حال أيضا أحيانا ضعف قواه وتفكيره وتعامله، شدة ما يكون يعاني منه من أمراض أو نحو ذلك، قد تفضي ببعض الناس إلى نوع من التضجر أو الملل من الوالد أو الوالدين أو نحو ذلك. فجاء هذا التنبيه العظيم: فلا تقل لهما أف. وأف هذه الكلمة نبه بها، وهي أقل ما يكون من الإساءة القولية، على ما هو أعظم من ذلك. إذا كان في الآية نهي عن التأفيف أو التأفف من الوالدين أو من أحدهما، فكيف بما هو أعظم من التأفف، من إساءة في القول أو إغلاظ في الكلام أو رعونة في التعامل أو نحو ذلك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر والإغلاظ في القول والإساءة في التعامل، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي عندما تتحدث مع الأبوين مع الوالدين تحدث بالقول الكريم. وقوله قل لهما قولا كريما هذا مقام منافسة في تخير أطيب الألفاظ وأحسن العبارات وأجمل الأساليب في مخاطبة الوالدين. كثير من الناس إذا لقي أحد أصدقائه أو زملائه يجتهد اجتهادا كبيرا ليختار له العبارة الجميلة: أخي الفاضل، زميلي العزيز، صديقي الكريم، لك عندي كذا وفي قلبي كذا إلى آخره. وإذا دخل على أمه وجميلها عليه أعظم جميل وإحسانها إليه أحسن إحسان، ما يحسن أن يختار لها أو ينتقي لها عبارات طيبة أو كلمات جميلة أو قول كريم. وربما لو أن أحدا من الناس لو صنع له معروفا ما أسره بمعروفه وإحسانه، وأصبح كلما لقيه ذكر ذلك المعروف والإحسان، فأحسن الخطاب وأجاد في التعامل. وإحسان الوالدة، إحسان الأم إلى ولدها ما يقارن ولا يوازى ولا يلحق، فكيف ينسى ذلك الجميل، وكيف ينسى ذلك الإحسان، وكيف يكون القول الكريم للآخرين ولا يكون لها حظ منه ولا نصيب. ومن لطيف وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأدب المفرد، وهو كتاب عظيم في بابه، باب الأدب والأخلاق، صدر هذا الكتاب بباب بر الوالدين. وأول حديث أورده في هذا الباب حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، إلى آخر الحديث. منبها بذلك رحمه الله تعالى أن هذه الآداب المبثوثة في الكتاب والأخلاق العظيمة التي ذكرت في الكتاب أحق من يكون بها الوالدان. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي أن التعامل معهما ينبغي أن يكون بخفض الجناح ولين الجانب واللطف في التعامل والبشاشة واللطف إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. ثم العناية بالدعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي حافظ واعتني بهذه الدعوة واعتني بهذه الدعوة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اسأل الله عز وجل لهما الرحمة أحياء كانوا أو أمواتا. وأكثر من هذا الدعاء العظيم الذي أمر الله به: وقل رب ارحمهما،
فاعتني بهذا الدعاء العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام، مقام بر الوالدين والإحسان إليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني تذكر للإحسان والجميل السابق، وهذا أيها الإخوة الكرام أعظم عون للعبد على البر، وإذا غفل الإنسان عنه ضعف بره وضعف إحسانه. وكلما كان مستحضرا الجميل السابق والإحسان العظيم الذي من الوالدين، فإن هذا من أعظم ما يعينه على البر والإحسان وكثرة الدعاء. كما ربياني صغيرا. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية كما سيأتي إشارة المصنف رحمه الله إلى أنها تعرف بآية الحقوق العشرة، لأنها تضمنت عشرة حقوق أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقدم في هذه الحقوق العشرة حق الله على العباد، قدم حق الله على العباد، فعلم بهذا التقديم أنه أعظم الحقوق وأجل الواجبات على الإطلاق، وأنه هو المقدم وله التقديم والعناية والاهتمام على غيره من الحقوق، ولهذا قدمه الله سبحانه وتعالى. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي ذكر هذا الحق أمر وإثبات، أمر ونفي. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد. فالتوحيد نفي وإثبات، لا توحيد إلا بهما. واعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد عز وجل بالعبادة، وأن لا يجعل معه الشريك أو الشركاء. ولا تشركوا به شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي، وهذا يفيد العموم، أي شيء كان وأي شرك كان، قل أو كثر، صغر أو كبر، لا يجعل مع الله شريك ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى أي شيء، ولا تشركوا به شيئا. ثم أتبع ذلك بحق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا. وهذا فيه ما سبق الإشارة إليه، أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذه الآية وآيتين بعدها اشتملت على وصايا، ولهذا كل آية تختم ذلكم وصاكم به، وصايا من الله سبحانه وتعالى لعباده، وصايا عظيمة. وهذه الوصايا بدأت بأعظم الوصايا على الإطلاق، الوصية بالتوحيد، الوصية بالتوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. وفي السياق كما
نبه أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله في تفسيره محذوف مقدر دل عليه السياق، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد هو أعظم الوصايا، وصايا الرب سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا قال ابن مسعود فيما نقله عنه المصنف رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مراد ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كتب وصية، لو قدر أنه كتب وصية وختم عليها ووضع عليها الختم والطابع لوصى بهذه الوصايا التي هي وصايا الرب، لأنه عليه الصلاة والسلام يوصي بما وصى به رب العالمين، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يوصي بما وصى به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، أي هذه الآيات الثلاثة. ليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآيات ووضع عليها الختم ووضع عليها الطابع، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لو وصى وكتب وختم وضع الطابع على ما كتب لم يزد على هذه الوصايا. وهذا تنبيه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على عظم شأن هذه الوصايا، وأنها أعظم الوصايا على الإطلاق وأجمعها، وصدرت هذه الوصايا بأعظم ما يكون، ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا فيه كما أشار المصنف رحمه الله تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لركوب الحمار مع الإرداف عليه، لركوب الحمار مع الإرداف عليه، مع وجود دواب أفضل وأحسن من الحمار، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وأيضا يردف، وقد أردف معه على الحمار غير مرة، أردف معاذ كما في هذا الحديث، وأردف ابن عباس، وأردف الفضل أيضا ابن عباس، وأردف عددا، حتى إن أحد العلماء المتقدمين أفرد مصنفا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك من خلال الأحاديث. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، يركب الحمار وأيضا يردف على الحمار صلوات الله وسلامه عليه.
قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ. وهذا أيضا من حسن الخطاب وجمال التودد، يخاطبه ويلاطفه ويناديه باسمه، وفي موضع آخر قال له يا معاذ إني أحبك. فكان عليه الصلاة والسلام يتودد ويتلطف في خطابه تلطفا عظيما يجذب القلوب ويأسر النفوس ويهيئها أيضا لكمال الاستفادة مما يلقى من بيان ونصح وخير. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طرح هذا أو بين عليه الصلاة والسلام هذا المقام بهذا الأسلوب السؤال الذي يشوق السامع ويهيئه لكمال الاستفادة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لاحظ الفرق بين هذا الأسلوب العظيم وبين لو قيل مباشرة حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا. الأول أكثر وأعظم تشويقا وجذبا للنفوس، تصبح النفس متهيئة ومستعدة. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن من الأدب أن يوكل العلم إلى عالمه. ففي زمانه عليه الصلاة والسلام يقال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سئل أحد عن مسألة ما لا علم له بها يشرع له أن يقول الله أعلم، فيكل العلم إلى عالمه. قال قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، ومنه أيضا أخذ رحمه الله تعالى اسم الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق أوجبه الله على عباده، بل خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه وبعث رسله للدعوة إليه وأنزل كتبه، فهو حق واجب وفرض لازم ومتعين، حق أوجبه الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه أن يخلصوا الدين له ولا يشركوا به شيئا، أي لا يجعلوا معه الشركاء والأنداد في أي شيء من العبادات، إذ العبادة حق لله سبحانه وتعالى فلا يجعل معه شريك في شيء منه. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستوجب من كل مكلف أن يعرف العبادة وأن يعرف ما تشمله من أعمال وأقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة ليخلصها كلها لله سبحانه وتعالى، ولئلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. وأما من لم يفهم هذا المقام ربما قال لا إله إلا الله، وربما أيضا قرأ هذه الآيات ومر عليها مرات وكرات، لكنه يقع فيما نهي عنه وحذر منه، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ونحو ذلك. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما،
تفضلا وتكرما منه على العباد، وهو وعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه أن من أخلص التوحيد وحقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وسيأتي في ذلكم ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال معاذ: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وهذا فيه استحباب تبشير الناس بما يسرهم، وهذا يتضمن بشارة عظيمة وجليلة القدر. ومعاذ لما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فرح به، وفور فرحه به أراد أن يدخل السرور أيضا على الناس بهذه البشارة العظيمة جليلة القدر. ولهذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا أبشر الناس؟ وهذا فيه كما قدمت استحباب تبشير الناس بما يسرهم والمسارعة أيضا إلى ذلك، كما صنع معاذ فور سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تذكر لهم ذلك ولا تخبرهم بهذه البشارة لئلا يتكلوا على ذلك، على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ويقع في تفريط أو تقصير أو تهاون في الرغائب والمستحبات والنوافل وأنواع الأعمال ونحو ذلك. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على الفضل والرحمة التي تضمنتها هذه البشارة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن معاذا أخبر بذلكم عند موته تأثما، أخبر بذلكم عند موته تأثما. وسبحان الله، معرفة الناس وعامة الناس لهذا الحديث بهذه الطريقة تحقق بها الغرض من الحديث، مع أيضا ارتفاع الوهم أو الخطأ المحتمل الذي نبه عليه عليه الصلاة والسلام بقول لا تبشرهم فيتكلوا، لأن هذه الطريقة وإخبار معاذ بذلك عند موته تأثما بهذا الأمر تضمن عند كل من يسمع هذا الحديث معرفة هذا الفضل العظيم، وأيضا التحذير في الوقت نفسه من الاتكال، فاجتمع الأمران. ولهذا من أخذ طرف الحديث الأول ولم يأخذ طرفه الثاني لم يحسن أو لم يحقق العمل بما دل عليه هذا الحديث. فالحديث تضمن أمران: بيان مقام التوحيد العظيم ومكانته العلية، وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأيضا تضمن في الوقت نفسه التحذير من الاتكال، بأن يتكل الإنسان ثم يتهاون ويفرط ويقصر. فتضمن الحديث الأمرين معا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. هذه المسألة الأولى مستفادة من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث دلت الآية على أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وإخلاص الدين له. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. المسألة الثانية: أن العبادة هي التوحيد. العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. أعبدوا الله، أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. وكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد.
قال رحمه الله لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في التوحيد وليس في العبادة مجردة. لماذا؟ لأن المشركين الذين بعث الأنبياء بدعوتهم إلى التوحيد كانوا يعبدون الله لكن لا يخلصون العبادة له، يعبدونه ويعبدون معه غيره. ولفظ شرك، لفظ شرك الذي هو لقبهم ووصفهم يدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لأن الشرك تسوية غير الله بالله. فإذا هم كانوا يعبدون الله لكنهم لا يخلصون العبادة لله، فأصبحت عبادتهم كأنها لم تكن. فالعبادة بدون التوحيد كالصلاة بدون طهارة، العبادة بدون التوحيد كالصلاة بدون طهارة، من صلى بدون طهارة يصح أن يقال أن إنه ما صلى، من صلى بدون طهارة يصح أن يقال إنه لم يصل، يصح أن يقال لم يصل. وكذلك من عبد الله بدون الإخلاص لم يخلص العبادة له يصح أن يقال ما عبد الله لأنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى. قال أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الأنبياء وأقوام فيه أي في التوحيد. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، يصح أن يقال فيه لم يعبد الله وأنه ليس عبدا لله، عبدا للشيطان، عبدا للأصنام، عبدا للأوثان، ليس عبدا لله، ما لم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله وما أنت ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أليس المشركون كانوا يعبدون الله مع ما يعبدونه من أصنام؟ بلى، ومع ذلك قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن من لم يخلص العبادة لله ويفرده وحده بها ما عبد الله، لأن العبادة لله عز وجل لا تكون إلا بالتوحيد والإخلاص. فمن لم يخلص العبادة لله ما عبد الله، وإنما عبد الشيطان أو عبد الأصنام أو عبد الأوثان أو غير ذلك من الشركاء. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، أي توحيد الله وإخلاص الدين له، كما في الآية الثانية التي ساقها رحمه الله تعالى، ولها في القرآن نظائر كثيرة سبق الإشارة إلى شيء منها. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فهذا فيه أن الرسالة عمت كل أمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد، أي لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية التي تقدمت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لما أخبر الله جل وعلا أن دعوة الأنبياء واحدة وهي عبادة الله واجتناب الطاغوت وأن كلمتهم في ذلكم واحدة، أفاد ذلك أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. وفي ذلكم يقول عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة والأصول فهو عند الأنبياء
متفق عليه عند الأنبياء وقولهم فيه واحدا من أول نبي بعثه الله إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، دعوتهم واحدة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أي لا يمكن أن تتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، إلا بالكفر بالطاغوت. وهذا أخذه رحمه الله من قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأمر بإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأتبع ذلك بالأمر باجتناب الطاغوت، فأفاد ذلكم أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بمعنى أن من لم يكفر بالطاغوت لم يعبد الله ولم يكن من أهل لا إله إلا الله. ولهذا قال رحمه الله ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله، لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت وإخلاص الدين لله عز وجل. نعم. الكفر كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت سيأتي أولا تعريف الطاغوت ولعل تكون الإشارة. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا يتناوله الآية قول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا يتناول كل ما عبد من دون الله، لأن الله صدر هذا بالأمر بإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، فالطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. ومن عبد من دون الله على قسمين، قسم عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، ويأتي في مقدمة هؤلاء الشيطان، وكل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد. والقسم الثاني ممن عبد من دون الله من لم يرضى بذلك، مثل الملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله لا يرضون بذلك، فالطاغوت هنا هو الشيطان لأنه هو الذي أمر بذلك، الطاغوت هو الشيطان لأنه أمر بذلك. فإذا المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، والكفر به باجتنابه كما في الآية اجتنبوا الطاغوت، والبعد عن عبادته والبراءة من ذلك والخلوص منه والبراءة من أهله، كل هذا يدخل تحت الأمر بالكفر بالطاغوت. نعم. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. المسألة التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، أي قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. فهذه الثلاث الآيات لها مكانة عظيمة عند السلف، ومما يدل على عظم مكانتها الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود، من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، فهذا يدل على مكانة هذه الآيات العظيمة و
منزلتها العلية، وأيضا إدراك السلف رحمهم الله ورضي عنهم لمكانة هذه الآيات المحكمات. وقوله رحمه الله تعالى وفيه عشر مسائل، هي الأولى النهي عن الشرك كما ذكر ذلك رحمه الله، الثانية الوصية بالوالدين، الثالثة النهي عن قتل الأولاد، الرابعة النهي عن قربان الفواحش، الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، السابعة الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة الأمر بالعدل، التاسعة الوفاء بالعهد، العاشرة الأمر باتباع صراط الله المستقيم واجتناب السبل وتركها والبعد عنها. نعم، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة العاشرة الآيات المحكمات من سورة الإسراء، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى بدأت بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فبدأت بالتحذير من الشرك وختمت بالتحذير منه، فدل ذلكم دلالة واضحة أن الشرك أخطر الذنوب وأعظمها على الإطلاق. قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهذا فيه التنبيه على عظم شأن هذه المسائل. وقول رحمه الله وفيه 18 مسألة، هي النهي عن جعل إله مع الله سبحانه وتعالى هو الشرك الأكبر، الثانية الأمر بعبادة الله وحده، الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الرابعة إيتاء ذي القربى حقه، الخامسة إيتاء المسكين حقه، السادسة إيتاء ابن السبيل حقه، السابعة النهي عن التبذير، الثامنة النهي عن التقتير والإسراف، التاسعة النهي عن قتل الأولاد، العاشرة النهي عن الزنا، الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، الثالثة عشرة الوفاء بالعهد، الرابعة عشرة الوفاء بالكيل، الخامسة عشرة الوفاء بالوزن، السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم، السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا، الثامنة عشرة وبها ختم هذا السياق النهي عن الشرك بالله عز وجل، وهي قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم، الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفيها كما ذكر عشرة حقوق، وهي الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ذي القربى والإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين والإحسان إلى الجار ذي القربى والإحسان إلى الجار الجنب يعني الأجنبي عن الإنسان والإحسان إلى الصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، والتاسعة الإحسان إلى ابن السبيل، والعاشرة الإحسان إلى ملك اليمين. فهذه تسمى آية الحقوق العشرة، بدأت بأعظم الحقوق وهو التوحيد. نعم، الثانية عشرة
التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، أي لقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى آخره. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وهو عبادته جل وعلا وإخلاص الدين له، وهو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذبهم، وهو حق تفضل به سبحانه وتعالى وامتن به على عباده. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولهذا معاذ رضي الله عنه لما أخبره وخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم قال: ألا أبشر الناس؟ الناس يعني الصحابة، ألا أبشر الناس؟ فهذا يفيد أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم. الضمير للجزاء وليس لأصل حق الله علينا. لا نعم، للبشارة، البشارة، وإلا حق الله على العباد ووجوب إفراده بالعبادة هذه يعرفها، ولا يكون التوحيد إلا بها. لكن المراد بهذه البشارة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة. جزاكم الله خيرا.